بسم الله الرحمن الرحيم. العمراني عبد الرزاق، مدير تقني بعصبة مراكش أسفي لكرة القدم، وإطار بمديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي وقطاع الرياضة. اليوم كنجيو نحضروا المقابلات النهائية في الدوري اللي دام تقريبا مشكورة جمعية أكاديمية طمنصورت على المجهود اللي بدلت، لأنه صراحة بالنسبة لنا هذا هو هذه هي الفئة العمرية المستهدفة، فئة أقل من 12 سنة وأقل من 13 سنة. فاليوم الحضور ديالنا تأكد المواكبة ديال العصبة كجهاز، وكذلك المواكبة ديال الأكاديمية وديال النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية وقطاع الرياضة في تتبع جميع الأنشطة الرياضية وخاصة كرة القدم. واليوم صراحة شهدت أطفال لمستوى يثلج الصدر، وهذا تيبين بأنه يعني المدارس الابتدائية التابعة لمنطقة طمنصورت تعتبر مشتل ديال اللاعبين الموهوبين. وإن شاء الله الرحمن الرحيم بتنسيق مع الأخ أنس شخشار اللي هو مدير ديال المركز السوسيو رياضي القرب ديال جامعة طمنصورت، غادي إن شاء الله تتبع هذه العملية هذه يوم تحسيسي لفائدة الأطر اللي كتشتغل في التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية في أفق تنظيم إن شاء الله دورة تدريبية خاصة بهذه الفئات هذه، لأنه تنعتبروا بأن هذه الفئات خصوصا التربوية واللي كتشتغل في التربية البدنية داخل المؤسسات الابتدائية اللي خصنا نوليوها كامل العناية، لأنها تعتبر يعني السكة الأولى في القاطرة ديال التنمية ديال كرة القدم في المنطقة ديالنا. فمشكورين جميع الناس اللي ساهموا من قريب أو بعيد في إنجاح هذه التظاهرة، خصوصا بهذه المدينة يعني المدينة المتجددة. وتنتمنوا إن شاء الله الرحمن الرحيم أن هذه الأعراس الكروية خصوصا على الفئات العمرية الصغيرة أنها تستمر وتعطي الأكل ديالها المجال ديال كرة القدم داخل المنطقة ديالنا. وشكرا للجريدة ديالكم على المواكبة المستمرة ديال هذه التظاهرات هذه. شكرا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.